يعد نصر أكتوبر 1973 شاهداً على نجاحات وقدرات غير مسبوقة لرجال القوات المسلحة المصرية، حيث سطر الجيش المصري خلاله اسمه كأحد أبرز الجيوش في العصر الحديث. هذا النصر المجيد أضاف للجيش المصري مكانة كبيرة بين جيوش العالم، وأصبح بعدها محط تقدير جميع الدول. تثبت الأيام أن القوات المسلحة المصرية الدرع والسيف الحقيقي للشعب المصري، وواحدة من أعظم جيوش العالم، تملك رجالاً لا يعرفون المستحيل، وعقولاً لا تعرف لكلمة الاستسلام سبيل. جيش وطني لا تعرف عقيدته سوى الفداء والأمانة والشرف، فكان ولا يزال محط تقدير كافة دول العالم، ويعد نصر أكتوبر 73 شاهداً على نجاحات وقدرات غير مسبوقة، حيث سطر الجيش المصري بحروف من ذهب اسمه كأحد أبرز الحروب في العصر الحديث. هي حرب نفذت خلالها كافة أنواع التخطيط والتدريب والتنفيذ والخداع الاستراتيجي، وتحت شعار الجهد في التدريب يمنع الدماء في المعركة، بدأت القيادة السياسية المصرية التجهيز للحرب بعد هزيمة 67، حيث قامت من خلال القيادة العامة للقوات المسلحة على إعادة بناء صفوفها في وقت قياسي. فبعد 6 سنوات فقط نجحت في خوض المعركة وتحقيق النصر، ونجحت مصر في إنشاء حائط الصواريخ المضاد للطائرات على طول خط المواجهة مع إسرائيل وفي العمق المصري، وتم بناؤه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وحمى الجيش أثناء حرب أكتوبر 73 استغرق بناء حائط الصواريخ 40 يوماً، وكان يضم مجموعات منفصلة من قوات الدفاع الجوي المدفعية المضادة للطائرات ووحدات الصواريخ وأجهزة الرادار والإنذار، إضافة إلى مراكز القيادة المشتركة التي أنشأتها مصر عام 1970 بهدف صد الهجمات الجوية الإسرائيلية. وكان لهذا الحائط دور كبير في تحييد القوات الجوية الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 73، مما سهل عملية العبور واجتياز خط بارليف وإتاحة رؤوس الكباري على الضفة الشرقية لقناة السويس، حيث كانت العقبة الرئيسية أمام القوات المصرية هي تفوق الطيران الإسرائيلي. ونجحت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعادة الروح المعنوية للمقاتلين بعد هزيمة 67، كما لعب الشعب المصري دوراً هاماً في الوقوف خلف قواته المسلحة مدافعاً عنهم ومطالباً برد الاعتبار، والذي جاء سريعاً بعد 6 سنوات فقط من تلك الهزيمة. كما عملت القيادة السياسية على إعادة تسليح الجيش المصري ورفع القدرة القتالية لأبطال القوات المسلحة، وإجراء محاكاة للحرب من أجل تأهيل القوات لتنفيذ المهمة الأصعب في التاريخ المصري، والتي لعبت خطة الدفاع الاستراتيجي خلالها النقطة المحورية للفوز بالمعركة. وجاء يوم 6 أكتوبر كالصاعقة على رؤوس الإسرائيليين وقادتهم، وكان كالزلزال الذي هز إسرائيل كثيراً، حيث انطلقت الطائرات المصرية في عمق سيناء لتدمر المواقع الاستراتيجية بها، وفتحت أبواب النصر العظيم أمام القوات المصرية في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، لتسترد مصر أرضها وكرامتها، وتلقن الإسرائيليين درساً لن ينسوه، وتهدم نظرياتهم في الأمن وتقطع ذراعهم الطولة، لتكون حرب 67 هي بداية النهاية لهذه القوة الإسرائيلية. كما أعطت القوات المسلحة المصرية دروساً في الروح المعنوية العالية التي استطاعت خلال 6 سنوات فقط أن تعيد بناءها، وتثبت أن هزيمة 67 لا تتحملها هذه القوات العظيمة. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هامات، مرتفعة راياتنا، لكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد.